وسهلا بيكم جميعا في وزاره التجاره والتعليم. احنا مجتمعين في هذا المؤتمر. كابتن قول له يقعد، قول له علشان نتكلم على الثانويه العامه للعام 2015. هقول لحضراتكم الاحصاءات اللي انتهت اليها اعمال التصحيح واللي تم اكتمالها صباح اليوم. عدد المتقدمين من البنين 262,612، عدد الحاضرين 222,205. بنتكلم على البنين المتقدمين 262,618، اللي حضروا 222,205، اللي نجحوا 165,431. نسبة النجاح 74.4%، ومن البنات اللي تقدم 297,965، واللي حضروا 261,674. النسبة المئوية للنجاح مقارنة بالعام 14 والعام 15 زي ما قلت السنة دي 75.7%، في العام 15 كان 79.4%، في العام 14 كان 76.6%. الطلبة اللي حصلوا على 55 لأقل من 60% دول عددهم 4983، ونسبتهم 1.36% لعدد الناجحين. طلبة ما حصلوا على 50 لأقل من 55 دول عددهم 1109، بيمثلهم 105 طالب تم تأهيلهم للنيابة. لا نستطيع إن إحنا نعطي رأي بالنسبة لهم إلا بعد أن تتم نيابة من أعمال التأهيل الخاصة بهم، وتطلع لنا ما هي رأيها بالنسبة لهم. أهل الصفحات تشكل بعد انتهاء الامتحانات إن إحنا هنصرف نتائج إن إحنا كذا وكذا. هذا الكلام احنا طلعنا بيانات متتاليه عشان نحذر الناس من هذا النصب. حذر الناس انها ما تقعش في هذا الشرك او هذا الفخ اللي منصوب. اولا نوبه عديد ما بيتعلق بالنصب على الناس علشان تحصير ربما مبالغ ماليه. ونقطة اخر وهو مهم جدا هو زعزعه ثقه الناس في مؤسسات الدوله. الكلام ده طبعا احنا رفضناه وقلنا ان هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. واحنا بقرر تاني كان إجراءات في السنوات العامة الدراسية.